السلام عليكم. اليوم في الموضوع أنا إن شاء الله تستفادون إن دائما بالأقمشة المطاطية والإسفنج المطاط أكثر شيء الأبرة بالخياط تقوم تعبر بهالطريقة. هذا أعتقد أكثر الأعضاء تشوفوها، هذه مو تشوفوها كل الزيت تعبر شلون راح نتخلص من هذا الموضوع؟ اكثر الاخوان والخوات سامعيني من دا اقول نزل الابره قد شعره بحيث ما تطخ بالجوزه. اعتقد اكثر الاعضاء سامعين هذا الموضوع وسامعين هاي الحكايه من عندي. شلون انزل الابره؟ اشكر الاخ سلاماني، خياطه يعني ارخيها شويه. انزل الابره قد شعره بحيث مطبخ الجوزه اضبطها، ارجع اضبطها زين، نشوفها هسه، اشتغل مو اجي اوكي. هاي احنا نسميها نزل الابره قد شعره بحيث ما تطق بالجوزه حتى لا تنكسر الابره. هسه هذا عندنا كمل ماشي، هسه هي هاي عندنا نشوفها حتى اذا اكو تعبيره فهي تعبيره بسيطه ماشي، ونقدر مثلا نقوي. هي هسه بيها تعبيره شيء بسيط ننزل الابره شوية بعد حتى تتقرب على السيف مال الجوزة اللقاف حتى تلقف الخيط من ننزلها على مو هسه دن شلون هسه اعتقد الخيط مضبوط مو اوكي. وهاي ان شاء الله تفيدكم، يعني حفظوها بصراحه، حفظوا هذا الموضوع بصفحاتكم ويفيدكم، وان تحتاجوا شيء ارجعوا عليه وانا بخدمتكم. يلا